وقت الصيف والمشروبات الباردة اللي ممكن نخترع ونبتكر فيها وننوع ونشكل وناخذ أكبر كمية ممكنة من الفيتامينات والفوائد. اليوم رح نعمل سموذي البينات باتر. إذا كنتم من محبين البينات باتر احضروا هالفيديو للنهاية وتعلموا معي كيف نحضر هذا السموذي المغذي واللذيذ. الكوب اللي بدي أصب فيه وصفة اليوم رح أزينه بطريقة كتير بسيطة. عندي هون البينات باتر أو زبدة الفستق أو زبدة الفول السوداني. رح أبدأ أغطس حواف الكوب بالبينات باتر داير ما يدور الكوب بهذا الشكل. ممكن ندهنها بواسطة معلقة أو بإيدنا مباشرة. بس بليت كل حواف الكوب بهذا الشكل بالبينات باتر، حاولت أضيف كمية منيحة حتى يلزق المكون الثاني على الكوب بسهولة. أما بالنسبة للمكون الثاني فهو البينات أو الفستق محمص مش مملح ومطحون خشن. رح أغطس حواف الكوب اللي غطستها بالبينات باتر جوا الفستق مباشرة. رح تلاحظوا أنه فورا بدأ يلزق على الحواف بهاي الطريقة. شوفوا قدي لطيفة، هاي مجرد فكرة للتقديم، نقدر نستغنى عنها وما نعملها طبعا. أما بالخلاط لنحضر مشروبنا، إحنا بحاجة لكوب واحد من الحليب البارد. رح أضيف الموز الناضج، كل ما كان الموز ناضج كل ما أطيب وأعطانا نكهة أطيب للمشروب. عندي حبة موز واحدة قطعتها بهذا الشكل وضفتها مع الحليب. أما المكون الثالث فهو رح يكون عبارة عن معلقة صغيرة من الكاكاو البودرة. رح أحلي مشروبي بالعسل، معلقة صغيرة من العسل، ممكن نستخدم السكر. أما نجم الوصفة اللي هي بينات باتر أو زبدة الفستق رح أستخدم منها معلقتين، رح أستخدم منها معلقتين صغار. والمكون الأخير اللي رح يعمل المشروب بشكل سموذي هو مكعبات الثلج. استخدمت نص كوب من مكعبات الثلج وبدأت أخلط المكونات مع بعض. ما بحتاج إلا لدقيقة خلط لحد ما أتأكد إنه مكعبات الثلج تكسرت كتير منيح ودابت كل مكونات المشروب مع بعضها. هون الكوب اللي جهزناه مسبقا، حطيت كمان بالقاع شوي صغيرة من الفستق أو البينات زي ما شايفين. شوفوا ما أحلى شكل الكوب، كتير مرتب ولطيف للتقديم، خاصة إذا منقدم للضيوف رح يكون شكلها كتير حلو. فورا رح أبدأ أصب المشروب وهو بارد بهالشكل. ممكن نضيف مكعبات ثلج كمان جوا الكوب. المقدار اللي عملته اليوم لكوب واحد بنقدر نضاعف المكونات لنحصل على كمية أكبر. رشيت رشة خفيفة من الكاكاو على وجه الكوب كمان للتزيين ونعطي نكهة مرة شوي لطيفة. وهيك صار معانا المشروب جاهز للتقديم، قدمته مباشرة، كان كتير لذيذ وطيب، والأهم إنه مفيد وسهل التحضير. جربوه إن شاء الله يعجبكم، وصحتين وعافية.